السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم مع السلام. حضراتكم المهندس أحمد القاضي، مهندس بوست تنشن في شركة بيتا تريدينج اند تكنيكالز، دي أحد الشركات الرائدة في مجال البوست تنشن في مصر. بدأت تقريبا بقالها داخلة في 20 سنة شغالة في البوست تنشن في مصر. كانت بدأ الأول إنها تبيع إكسسوارات بوست تنشن، ودلوقتي شغالة تكنيكال شغل في البوست تنشن. أنا ماسك مشروع أبراج المقاولين العرب في مدينة العلمين الجديدة، وده مجموعهم 3 أبراج بارتفاعات 43 دور، وشغالة كلها بنظام البوستنشن. نظام البوستنشن انتشر بقوة جدا في مصر الفترة اللي فاتت، تقريبا من 2008. تمام، بدأ انتشاره بكثرة جدا في مصر، وده للمميزات والفوائد اللي احنا هنعرفها مع بعض ان شاء الله في المحاضرة ديت. المحاضرة ديت مش هتخلينا بروفيشنال في البوست تنشن. المحاضرة دي ما هي إلا توسيع أفق للمجال، يعني اللي عاوز يدور برضو بعد كده أو ويبحث في المجال أكتر. المجال ده بحر، وأنا موجود معاكم إن شاء الله بإذن الله لو في أي حاجة بعد كده في المجال. هنعرف إيه النهاردة في المحاضرة ديت؟ هنعرف شوية الحاجات البسيطة ديت. أول حاجة، إيه فكرة البري ستريسد كونكريت؟ تمام، او ليه لجأنا للبري ستريسد كونكريت وليه ما مشيناش في التراديشنال ريفورسد كونكريت العاديه واشتغلنا بيها؟ انا حاجه عندنا انواع البري ستريسد. البري ستريسد ليه انواع، تمام، هنعرفه مع بعض. ايه فوائد البوست تنشن؟ طيب انا ليه حولت من البري ستريسد للبوست تنشن؟ هنعرف برضو في المحاضره ان احنا كلامنا كله هيبقى عن البوست تنشن اكتر، مش عن البري ستريسد عامة يعني. وإن كنا هنتطرق للنوع الثاني من البري ستريسد اللي هو البري تنشن، هنتكلم عنه برضه. هنعرف إيه عيوب البوست تنشن، تمام، ليه ما بيحلش محل الحديد بالكامل، تمام، وهنعرف باختصار إزاي ننفذ هاو تو اكسكيوت بوست تنشن إن سايت، يعني إزاي بننفذ البوست تنشن في الموقع. تمام، ده باختصار كده، ونتكلم عن ازاي ننفذ البوست تنشن في الموقع. واخر حاجه هنعرف البوست تنشن رايح على فين، او ايه اللي جاي في البوست تنشن. ده ان شاء الله باذن الله هتبقى محتويات المحاضره النهارده، ويا ريت اللي هيبقى عنده اسئله هتبقى اخر المحاضره ان شاء الله باذن الله هنجاوب على كل الاسئله. ونبدا بسم الله. اول حاجه، بدايه البوست تنشن. البوست تنشن اول ما بدا في امريكا في بدايه الثلاثينات، تمام، وبعد كده بدأ ينتشر في العالم بقوه اخر 30 سنه. تمام، اول استخدام للبوست تنشن سلابس في مصر، لبلاطات البوست تنشن، كانت في سنه 2008 في كايرو فيستيفال سيتي. كايرو فيستيفال سيتي البلاطات بتاعته معموله بنظام البوست تنشن، وده تقريبا كان اول استخدام وايدلي للبوست تنشن، يعني اول استخدام بقوه للبوست تنشن في مصر. وكانت شغاله في شركه اسبانيه اسمها بي اس ال. دي اس ال ديت من الشركات الرائده في البوست تنشن في العالم دلوقتي. تمام، هي دي كانت بدايه دخول البوست تنشن مصر، او بدايه انتشاره بقوه. بدا البوست تنشن بعد كده ينتشر في مصر بقوه. ايه البري ستريسنج او سبق الاجهاد بالعربي للناس اللي هي بتدرس عربي؟ البري ستريسنج او سبق الاجهاد ببساطه نقدر نفهمه من الكيرف ده، لو الناس فاكره في مادي ده الستريس سترين كيرف اللي هو على الشمال ده. تمام، ده بين الاجهاد والانفعال بتاع الخرسانه. لو تخيلنا ان احنا عندنا قطاع خرساني بالشكل ده، تمام، فكان بيبقى توزيع الاجهاد عليه الجزء اللي فوق، لو القطاع ده اندر فليكشر او عليه مومنت او ستريس، تمام، كان هيبقى الجزء اللي فوق ده عليه قوه ضغط، تمام، والجزء اللي تحت ده عليه قوه شد. وكان الاجهاد ده بنكافئه بقيمه، بقوه بيتحملها ايه؟ بتحملها الخرسانه فقوه ضغط، وكنا بنكافئه بقوه شد كانه مومنت كده، بيبقى قوه في الضغط في الاتجاه ده وقوه الشد في الاتجاه ده. وده بنكافئ العزم اللي على القطاع بالشكل ده، بيبقى عندنا قوه ضغط بتشيلها الخرسانه في الجزء العلوي من القطاع، وقوه شد بيشيلها الحديد في الجزء السفلي من القطاع. فكنا حتى بنعتبر ان القطاع الخرساني، لو نفتكر ان هو كان كراكت، قطاع كراكت من تحت، معناه ان الخرسانه مش شايله اي اجهاد. ليه؟ لان الخرسانه ما بتشيلش اجهاد شد،
بتشيل هي تشد 10% من القوه بتاعتها، بس ده حاجه لا تذكر. فكنا دايما بنهمل جهاد الشد على الخرسانه في اللور سيكشن في الميد سبان. طبعا السيكشن ده لو نفتكر كان بيتعكس عند الركائز، كان بيبقى العكس، يعني كان بيبقى الشد هو اللي فوق والضغط هو اللي تحت، فالخرسانه بتشيل تحت والحديد بيشيل الجزء اللي فوق. الناس بدات تفكر طالما ان قطاع الخرساني ما بيشيلش شد وكله بنشال على الحديد، طب ليه ما نحاولش نوصل لطريقه معينه نخلي القطاع الخرساني ده يقدر يشيل قوه من قوه الشد دي؟ هنعملها ازاي؟ عن طريق الايه الحته اللي احنا هنقولها ديت. اول حاجه لو انا عندي قطاع خرساني اندر ستريس، اللي يكون ان هو لو يكون بيم مثلا او اي قطاع سيكشن عليه اجهاد موزع بالطريقه دي، القطاع الخرساني ده لما بيجي عليه اجهاد هيحصل له ايه؟ هيحصل له ديفليكشن، هيبقى عليه مومنت، هيبقى عليه ستريسز جوه القطاع نفسه، فالقطاع هيحصل له ديفليكشن بالشكل ده. ولو بصينا للجزء الاوسط ده، هو ده هيبقى شكل القطاع اللي احنا شفناه في السلايد اللي فاتت، ان هو بيبقى الجزء ده عليه ضغط تمام والجزء ده عليه شد. وده اللي بيخلي ان انا عندي ليميت للقطاع الخرساني بيقدر يشيل ستريسز عليه. بعد كده بقى ببدا اغير، بزود انرشيا، بزود قطاع، عمق القطاع، بزود الستير رينفورسمنت عشان يقدر يشيل الستريسز الزياده عليه. فانا لو عندي القطاع زي ما احنا قلنا حاطط فيه ديفليكشن بالشكل ده وعليه الكيادات بالشكل ده، تمام، ازاي بقى انا اقدر اعدل الموضوع ده؟ قال انا هدي للقطاع اجهاد ضغط زياده مبدئي قبل ما احمل عليه. يعني ايه اجهاد ضغط؟ يعني انا القطاع نفسه لو بصينا نفس الرسمه اللي في السلايد اللي فاتت، نفس الرسمه ده، الاجهاد ده هديله اجهاد ضغط ابتدائي، يعني انا هدي القطاع على اجهاد ضغط ابتدائي، فانا كده الجزء السفلي في القطاع اللي هو كان هيحصل فيه شد ومش هيشيل حاجه ده هيبقى فيه جزء ضغط قبل ما يتحمل شد. فهنلاقي ان هو انا هحمل القطاع عند مستوى معين ويبقى كده القطاع نيوترال. نيوترال يعني انا ايه؟ القطاع حصل فيه شد بقيمه القوه الضغط اللي انا كنت مديها له. هنشوف الموضوع ده بشكل ابسط دلوقتي. لو انا حطيت تندون في الجنب ده وشديته من الناحيه ديت ومن الناحيه ديت، هيدي لي اجهاد ضغط على القطاع في الجزء السفلي، معناه ان القطاع مبدئيا ما كانش، يعني لو القطاع في الحاله الطبيعيه وهو غير محمل ما عليهوش اجهادات غير الاون ويت بتاعه. دلوقتي انا اديت للقطاع ده اجهاد ضغط سفلي، ما انا خلاص شديت التندون ده من هنا ومن هنا، فادى للقطاع الخرساني اجهاد ضغط سفلي تمام في المنطقه ديت، يقدر الاجهاد ده يتحمل اجهاد شد معين لغايه ما يبقى اكوليبريم، يعني يبقى في اتزان، هيقدر يشيل شد معين لحد ما يبقى فيه اتزان. لو انا شديت القطاع ده هيحصل ضغط على القطاع الخرساني، فالقطاع الخرساني هيحصل فيه اجهاد معاكس، لو شديته من تحت كده هيحصل فيه اجهاد معاكس اللي هو بقى فيه عندي ضغط تحت وشد فوق في القطاع الخرساني. فلما باجي احمل القطاع الخرساني بعد كده بعد الشد المعاكس هيتحمل لدرجه معينه، وبعد كده القطاع يبقى اكوليبريم، يعني يبقى معلوش كانه معلوش اي كادات، يبقى القطاع كانه ايه معلوش اي كادات. فهي دي في ببساطه فكره الايه البري ستريس، ان انا ايه ادي كاد سابق للقطاع الخرساني بحيث ان لما يجي له اجهاد من لودز في كميه لودز معينه، في كميه لودز معينه هتبقى موجوده عليه تمام لغايه ما يوصل للإكوليبريم. وده النوعين بتاع البري ستريس دي نوعين. النوع الاول البري تنشن اللي هو ايه اجهاد سابق تمام وشد سابق، والنوع الثاني اللي هو البوست تنشن. طب نخلي الأسئلة بس عشان في ناس رفعت إيديها.
تمام يا باشمهندس احمد، اتفضل. ان شاء الله الاسئله في الاخر باذن الله. إن شاء الله بإذن الله. فإحنا دلوقتي عندنا نوعين من الإجهاد، من سبق الإجهاد. البري ستريس ده نوعين، حاجة اسمها البريتنشن، البريتنشن اللي هو الإجهاد سابق، وحاجة اسمها البوست تنشن. تمام؟ البريتنشن ان انا بيبقى عندي بعمل اجهاد. دلوقتي بنتكلم عن الماتيريال او التكنيك اللي احنا هنعمل بيه اجهاد للقطاع الخرساني. احنا دلوقتي قلنا هندي للقطاع الخرساني اجهاد مسبق قبل ما يتحمل، فده هيساعد ان هو يتحمل بجزء معين وهو لسه ما لهوش اي اجهاد. ففي طريقتين ان انا ادي للقطاع الخرساني بيهم اجهاد مسبق. الطريقتين دولت، واحده اجهاد سابق للصبر، تمام، واحده اجهاد لاحق للصب. البريتنشن ديت ده اجهاد سابق للصب، يعني انا بعمل ماتيريال بشدها بطريقه معينه هنتكلم عنها دلوقتي، وبعد كده اصب عليها القطع الخرساني. تمام. البوست تنشن ده ايه؟ اجهاد لاحق، يعني انا بصب القطع الخرساني الاول وهو لسه على الفورم ورك بتاعته او شورينج زي ما هو، بصب القطع الخرساني، ولما يوصل للاجهاد اللي انا المطلوب ان انا اقدر اشد بيه ببدا اعمل له ايه؟ صبغ اجهاد. اول حاجه البريتنشن. البريتنشن لو اعتبرنا ان القطاع الخرساني هيبقى عندي قمر بالشكل ده، لو القطاع الخرساني قمر بالشكل ده، فانا اللي مطلوب مني ان انا ادي للقطاع الخرساني ده اجهاد سابق. هديله ازاي الاجهاد السابق ده؟ عن طريق ان انا بيبقى عندي كابل ستراند زي ده. تمام. الستراند ده بيشيل اجهادات كبيره هنتكلم عنها دلوقتي برضو. تمام. بعمل اند اباطمنت هنا واند اباطمنت هنا، وبحط التندم بتاع اللي انا هعمل له صبغ اجهاد، وبشده بجاك هيدروليك بشده، فكده القطاع التندم ده بقى فيه اجهاد شد، فبقوم بعد كده اصب القطاع الخرساني عليه وهو مشدود. ثبت القطاع الخرساني اللي عليه وهو مشدود، فدلوقتي القطاع الخرساني مع التندون بقى فيه بينهم بوند، تماسك بين القطاع الخرساني والكابل المشدود. لو انا جيت قطعت الكابل ده من ناحيتين، الكابل ده المفروض عاوز يحصل تاني، يعني يرجع تاني، اللي هو خاصيه الالاستيسيتي بتاعته، عاوز يرجع تاني. فلما بيجي يرجع تاني بيحول الرجوع بتاعه ده لاجهاد ضغط على القطاع الخرساني. انا كده القطاع الخرساني دلوقتي في حالته الطبيعيه اللي هو ما اتحملش لاي حاجه، عليه اجهاد ضغط سفلي واجهاد شد في الجزء العلوي. فلما باجي احمله بستريس بعد كده بيحصل بقى ايه؟ بيحصل ان بيشيل القطاع الخرساني، بيشيل كميه اوزان، وبعد كده يبدا خلاص بقى اكوليبريم، يبقى انه كانه مش منشال القطاع كده، ايه، ما لهوش اي اجهادات. ده شكل البريتنشن في الموقع ده. اللي تحت ديت دي الوايرات، الاستراندات اللي انا بشدها متوزعه في القطاع، في استراندات في الجزء العلوي، في استراندات في الويب بتاع الكاميرا، وفي استراندات في البوتوم فلانج بتاعت الكاميرا. بشد وبعد كده بسلح القطاع الخرساني عادي خالص، وبعد كده بحط الفورم ورك بتاعتي، الشدات بتاعتي، الشده او الشده الخشبيه بتاعتي او المعدنيه، وبعد كده بعمل بورينج للقطع ده. خلصت البورينج والخرسانه وصلت للستريس اللي تقدر تتحمل الشد اللي هو موجود في الكابلات، باجي مقطع الكابلات دي من هنا ومن الناحيه الثانيه، فبقى انا عندي كده عنصر سابق الاجهاد، يعني عليه اجهادات معكوسه، يعني عليه ضغط في اللور فلانج وعليه شد او ضغط بسيط في الابر فلانج. بيبقى عندي الجزء ده بري كاست، بقدر استخدمه في كاميرات الكباري، بقدر استخدمه في السبانز العالي خالص، يعني بنعمل بيه قمر في المدرجات، جامعات بنعمل قمر بيوصل اطواله ل 35 و40 متر فري سبان. تمام. على حسب تصميم طبعا القطاع والمتطلبات بتاعته. ده ببساطه البريتنشن. نخش بعد كده على البوست تنشن. البوست تنشن
لو بصينا لنفس الفكره بالظبط، ان انا بصب القطاع بس بحط جوه القطاع دكت، يعني فريز كده جوه القطاع، دكت فاضي تمام داخل القطاع ده، عباره بيبقى عن دكتات صاج، مواسير صاج كده باكتر مختلف على حسب تصميم القطاع برضو والقوه اللي هيشدها، وبصب العنصر الخرساني وهو جواه تجويف كده. بعد ما اصب العنصر الخرساني بركب فيه الكابلات اللي انا هعمل لها اجهاد، الوايرات اللي انا هعمل لها اجهاد ديت، وبعمل جاكينج او شد من ناحيتين او من ناحيه واحده على حسب التصميم. وبعد كده بركب الاكسسوارات اللي بتمنع الكابلات دي انها ترجع. يعني ايه اللي كان منع الكابلات اللي هترجع؟ البوند اللي بينها وبين الخرسانه في النوع الاولاني اللي هو البري تنشن، في بوند بين الكابل والخرسانه، فالكابل بيشد الخرسانه. في الحاله ديت مفيش بوند، فانا بحط اكسسوارات اللي هي اسمها الانكور، الانكور هيد والانكور كاست، وحاجه اسمها الويدجز هنشوفها برضو دلوقتي، ان ديت بتمنع الكابلات انها ترجع تاني، فبيديك قوه ضغط على القطاع الخرساني، وبتخلي القطاع الخرساني ده ايه قابل ان هو يشيل اجهادات بعد كده. ده شكل الضغطات اللي احنا قلنا عليها، وده الانكور كوست اللي هي بيتحط عليه الانكور هيد اللي بيمنع الكابلات انها ترجع تاني، بيتعمل تسليح الكاميرا عادي وبتحط جواه الضغط فاضي، الضغط اللي هو الابيض ده اللي هو الصاج تمام، وبنقفل القطاع الخرساني وبيحصل له صبه، وبعد كده بنركب كابلاتنا جوه الضغط ده، وبعد كده بنشد الكابلات. فوائد البوست تنشن، هنتكلم دلوقتي عن البوست تنشن. هو البوست تنشن والبري ستريس الاثنين يعني، بس احنا خلينا ادق شويه في البوست تنشن تمام. البوست تنشن بتظهر فوائده في السبانز اللي هي 7 متر فما فوق تمام. بيبدا البوست تنشن بيبقى مفيد جدا للسبانات الكبيره، يعني ما اجيش اشتغل بوست تنشن في 4 متر و3 متر اللي هو ينفع تراديشنال عادي خالص، اقول لك كده انا هستفاد من البوست تنشن. لا، البوست تنشن بيشتغل في الاسبانات الكبيره، الاسبانات الكبيره اللي هي ممكن من 7 متر ممكن اوصل ل 15 متر بلاطه سبان بين ركيزتين او بين عمودين او بين حطين او ايا كان نوع الركيزه. البوست تنشن مفيد جدا ماديا في الاسبانات الكبيره تمام، بيوفر 25% من الخرسانه. ازاي بيوفر 25% من الخرسانه؟ لو مثلا جيت حسبه بسيطه كده، عندي بلاطه فلات سلاب السبان بين الاعمده مثلا 11 متر او 12 متر، لو جيت احسبها مثلا بسماكه الانرشا، القيمه بتاعت الديفليكشن، ان انا بقسم السبان على 30 او 36 او 40 تمام، لو جيت حسبتها بالرنجات ديت، الاسبانات دي البلاطه بتروح سمكها من 30 ل 35 سم، 30 ل 35 سم سمك البلاطه كفلات سلاب بدروب بانل او بكولوم هيد او ايا كان نوعها، بتتراوح من 30 ل 35 سم. في البوست تنشن انا السمك الابتدائي اللي انا ببدا افترض عليه واعمل عليه اللوبز بتاعتي او الفاينيت المنت بتاعتي، البرنامج الفاينيت المنت بتاعي بيبدا يشتغل عليه عشان يجرب، بنبدا ب 20 سم غالبا، بتتراوح اراوند 25 سم معظم بلاطات البوست تنشن. يعني في مشاريع كبيره جدا اللي احنا شغالين فيها الاسبانات 12 و13 متر بين الاعمده وسمك البلاطه 25 سم، فبيبقى في توفير كبير جدا في قيمه الخرسانه، وكمان برضو توفير في قيمه الحديد. ليه توفير في قيمه الحديد؟ لان انت عندك شغلت جزء كبير، يعني انت في الميد سبان في نص البحر، لو انت عندك كان في اجهاد كبير على الحديد لان الخرسانه ما كانتش شايله، لا ده انت مثلا شايلت 60% او 70% من اللود شايلته للخرسانه. ازاي؟ ان انت اديت للخرسانه اجهاد ضغط مبدئي، فلما حملت عليها اجهاد الضغط ده خد فتره كبيره، خد كميه كبيره من اللود جدا، ان هو ايه اجهاد الضغط ده يتفك ويبدا يشيل على الحديد، فبيقل قيمه الحديد بنسبه كبيره جدا بتصل ل 60%. مهندسين المدني بلغه السوق كده لو يعرف ان السبان ما يبقى 13 متر في فلات سلاب والحديد الرئيسي بيبقى مينيمم شرينك بار بس، يعني 3 سيخ في المتر اللي هو كميه حديد لا تذكر يعني،
فالبوستنشن بيقلل جدا في كميات الحديد، تمام، بتبقى كميات بسيطه جدا، يا دوبك حاجات كده مينيمم عشان الشرينكج والخرسانه يعني. بيبقى في حاجه من فوائد البوستنشن الفاست سايكل كونستراكشن تكنيكس. الفاست سايكل ان انت بتشتغل مشروعات بسرعه جدا، بسرعه جدا. ليه؟ لان انا ما بنتظرش 28 يوم عشان الخرسانه مثلا تاخد اجهادها، او 7 ايام وبعدين اكسر. لا، انا بمجرد ان انا عملت ستريسنج للبلاطه او الخرسانه دي وصلت لاجهاد معين وعملت ستريسنج للبلاطه، انت تقدر تاني يوم على طول تحل الشده بتاعتك. فانت كده بتوفر وقت كبير جدا، يعني في ممكن احل الشده بتاعت الاسقف بعد 3 ايام. فده طبعا كتكلفه وكوقت للمشروعات الكبيره، فده طبعا موفر جدا. حاجه ثانيه، البوستنشن بيعمل ليس كراكنج، وبالتالي ليس بيرميبيليتي. يعني انا عندي القطاع الخرساني اللي هو العادي لو بالشكل ده، تمام، فانا لما بيجي هنا ستريسز بيحصل كراكنج هنا. الكراكنج دي طبعا فراغات بسيطه ما بتبانش بالعين المجرده، تمام، بس بتبان البحث الدقيق يعني. ففي كراكنج هنا في القطاع الخرساني، فلو كنا بنبص حتى في الان كراك سيكشن كان بيبقى جزء بسيط جدا من الكراك سيكشن، يعني كان بيبقى تقريبا 20% من الكراك سيكشن. فالبوستنشن حل المشكله دي ان هو بيديك جهاد مبدئي على القطاع الخرساني، فلما تيجي تحط ستريس على الكاميرا ما بيبقاش في كراكنج تحت، يا دوبك ده هي وصلت للاكوليبريم وتحملت شويه بسيطين خالص. ده سواء كان هو سيمبلي سبورتد او كونتينيوس او كانت ليفر. حتى البوستنشن بيعمل لايتر اند ثينر سلابس. يعني ايه لايتر اند ثينر؟ لايتر قطاعات اخف، زي ما قلنا مثلا من 35 سنتي ل 25 سنتي وفرت 10 سنتي سمك خرسانه. 10 سنتي ده يعني كل 10 متر بوفر لك متر مكعب خرسانه. يعني انت لو بتكلم، لو عندك مساحه البلاطه 1000 متر، تمام، فانت بتتكلم ان انت وفرت 100 متر خرسانه. 100 متر خرسانه بتتكلم انت في 2.5 طن مثلا، انت بتتكلم في 250 طن توفير في السقف في البلاطه الواحده وزن، تمام. فانت طبعا ده بيعمل لك منشات خفيفه جدا، فمنشات خفيفه ديت بتسمح لك ان انت تطلع اعداد ادوار اكتر. انت لما بتيجي تعمل سول انفستيجيشن للتربه وتشوف التربه دي هتشيل قد ايه، كل ما كان الوزن اخف كل ما تقدر تطلع عدد ادوار اكتر. وغير كده كمان ثينر سلابز، السماكه بتاعت السلاب في التراديشنال ديزاين بيبقى عندي كمر وسقوط، فانا بيبقى عندي فري هايت انا عاوزه. الفري هايت اللي انا عاوزه اللي مثلا المنشا ده 3 متر، فبيبقى عندي مثلا نص متر او 60 سنتي لو انا عندي بيمز مثلا وسمك السلابه، فانا عندي كده دلوقتي 60 سنتي مش مستغلين، ما بستفدش منهم بحاجه. في البي تي سلاب او البوستنشن سلابز انا ممكن في ارتفاعات اقل اخد في ارتفاع اقل فاوفر في الارتفاعات. نفس الكلام برضو كده، انا اقدر اوفر عدد ادوار اكتر، تمام، بنفس الفري هايت اللي انا عاوزه. دي من احد مميزات البوستنشن. البوستنشن زي ما هو مفيد جدا وسحري، البوستنشن فيه عيوب، تمام. واحده من اهم عيوب البوستنشن، هو مش عيب قوي جدا يعني، بس البوستنشن فعال جدا في التوزيعات المتساويه للاعمده او للحوائط. يعني البوستنشن دايما بيحب تبقى جريدز كده، الحوائط او الاعمده تبقى جريدز، يعني تبقى في مناطق فيها بوزيتيف مومنت كويس ومناطق فيها نيجاتيف مومنت. الريبار سلابز بتشتغل احسن شويه في هرجله الاعمده، يعني ايا كانت شكل الاعمده، تمام، الريبار سلاب بتشتغل فيها عادي. لكن البوستنشن بيحب اكتر ان الاعمده او الحوائط تبقى جريدز، تبقى في اشكال منتظمه يعني، بس بيشتغل عادي في الاشكال العاديه، بس ما بيبقاش بالافشنسي الكافي يعني. تاني حاجه، البوستنشن
it's more critical to modify init after construction as opening your stairs. يعني البوست انجن لما تخلص السلاب البوست انجن يبقى حساسه قوي ان انت تقطع مثلا فيها، تعمل فتحه، تعمل كور، تعمل تفتح فتحه مثلا وتعمل سلم. فالديزاين بيبقى مطلوب ان هو يبقى فيكسد شويه. تمام، هو ممكن تقطع في البوست انجن بعد كده، بس الموضوع ما بيبقاش بنفس السهوله بتاعه التراديشنال سلابز، الار سي سلابز العاديه، ما بيبقاش بنفس السهوله. بيبقى الموضوع يعني محتاج دراسات ادق شويه واعتبارات كتيره لازم ناخدها في الحسبان. حاجه تانية، البوست انشن مش سهل التنفيذ ولا سهل التصميم، مش زي الخرسانه المسلحه العاديه اللي هي تراديشنال. سهل التصميم جدا، تصميم قطعاتها سهل وتصميم بلاطات سهل ايا كانت نوعها، تمام، وتنفيذها سهل. الموضوع مش كريتيكال قوي. البوست انشن زي ما هنشوف دلوقتي، البوست انشن كريتيكال جدا ومحتاج حد عنده خبرات كويسه جدا من اول العماله لحد التصميم الهندسي والاشراف الهندسي والاشراف الفني. ليه؟ لان المسافات في البوست انشن كريتيكال شويه. يعني البوست انشن انا بتكلم في السماحيه بالنص سنتي، يعني انا انت ممكن سيخ الحديد ترحل يمين شمال 5 سنتي مش هتفرق، لكن في البوست انشن لا، البوست انشن الموضوع بيبقى كريتيكال قوي. يعني انا الترحيل في الكابلات او ارتفاعها زي ما هنعرف تمام بيبقى كريتيكال جدا، يعني السماحيه فيه بالمليات او بانصاف السنتيات. دي حاجه من الحاجات اللي هي ايه، ان البوست انشن بيحتاج كواليفايد ليبرز اند تكنيكال اكسبرتيز ذان ار سي سلاب اكتر من الخرسانات المسلحه في البلاطات العاديه. هنتكلم دلوقتي عن تنفيذ البوست انشن. البوست انشن تنفيذه في البلاطات، طبعا هنتكلم عن اول حاجه في البوست انشن اللي هي ستراندز. الستراندات اللي انا بستخدمها، احنا بنستخدم ستراندات عباره عن جدايل، ستراند اللي هو جديله. يعني في بقى انواع كتير من الجدايل ديت، بيبقى على حسب الجدايل الملفوفه كام جديله، على حسب قطرها قد ايه، على حسب عددها قد ايه. الاستراندات بتيجي في كويلز زي اللي موجوده في الصوره ديت، عباره عن بكر كده ملفوف. تمام، الاستراندات ديت بتختلف اقطارها، يعني ده 7 ستراند، 7 ستراند واير، يعني 7 جدايل ملفوفين. تمام، فيها اقطار كتير جدا بتروح من 7 مللي لحد 15.7 ملي متر. ده تقريبا اعلى نوع ما بنستخدمه في البوست انشن في البلاطات والكاميرات والكباري. الجهادات بتاعته عاليه جدا غير الخرسانه، يعني فليكن مثلا بتراوح جهاداته من 1600 ميجا باسكال ل 1860 ميجا باسكال. 1860 ميجا باسكال انت بتتكلم في 18 طن على السنتي، على السنتيمتر مكعب، سنتيمتر مربع. يعني انت اجهاد 18 طن على سنتيمتر مكعب. فليكن مثلا الحديد عندك، الحديد 360 على 420 مثلا، يعني الالتيميت بتاعه 420، يعني انت بتتكلم 4 طن على السنتيمتر. لا انت هنا بتتكلم في 18.6 من 10 طن على سنتيمتر، يعني ال 15.7 ستراندات بتشيل 29 طن. الواير الواحد الفليكشر ستريس بتاعه 29 طن، يعني بيشيل 29 طن قوه. تمام، فالكابلات اجهادها عالي جدا، وده اللي بيخليها بتشيل القوه الكبيره جدا اللي عليها. ده بالنسبه للستراندات. الستراندات دي احنا بنعملها ازاي؟ اول حاجه احنا بنقطع الستراندات في الموقع، بتجي لنا لوحه فيها ابعاد الستراندات اللي موجوده في البلاطات. تمام، بتتقطع بتجهيزات معينه، بتحط الكويل اللي ورا ديت في تجهيزه معينه. تمام، وبتتقطع بالاطوال اللي احنا شايفينها، زي ما احنا شايفين كده بتتقطع باطوال الكابلات اللي موجوده عندنا على الاسف، وبتتشال بترفع بتتجهز فوق على البلاطات. بعد ما بنقطع الكابلات ديت باجي على الفورم ورك، على الشده بتاعه البلاطه. تمام، بعلم مكان الكابل زي ما احنا قلنا، ان زي لو قلنا زي الحديد كده، زي التجنيد بتاع الحديد، ان انا بعلم مكان الكابل.
ده شكل البلاي وود بتاع السقف ومتعلم فيه اماكن الكابلات. مكان الكابل بيبقى لو احنا شفنا بصينا كده هنلاقي ان فيه خط صغير كده، خط صغير جوه العلامة اللي موجود ده لو خدنا بالنا منه، يعني الخط ده الخط ده هو ده مكان الكابل، تمام، اللي هو الخط الصغير ده، ده بيبقى مكان الكابلات على على البلاطات، تمام. بعلم مكان الكابل ليه؟ بعلم مكان الكابل لكذا سبب. السبب الاولاني ان الكابلات دي بيبقى ليها بروفايل، يعني لها ارتفاعات في اماكن معينه غير الاماكن التانيه، زي ما احنا عارفين طبعا ان احنا ان الكابلات دي بتشيل قوه الشد على الخرسانه، فبالتالي الكابل مساره ما بيبقاش عادل، ما بيبقاش في مستوى راسي واحد يعني، لا الكابل بيبقى ليه مسار بيمشي مع مسار العزل. يعني لو تخيلنا ان انا عندي مثلا القطاع الخرساني بالشكل ده، هو كده الناس شايفه، لو عندنا القطاع الخرساني كده، دي ركيزه ودي ركيزه، فاحنا شكل الكابل هنا طبعا انا لو رسمت شكل المومنت هيبقى عامل كده، طبعا هنا فيكسد مومنت، تمام. فشكل الكابل بيبقى عامل ازاي في القطاع ده؟ بيبقى عامل كده. ليه بيبقى عامل بالشكل ده؟ لان انا عندي هنا الشد هنا بيتقلب في القطاع العلوي، يعني لو بصينا هنا هنلاقي هنا ايه؟ القطاع اللي هنا عند الركيزه بنلاقي هنا الشد وهنا الضغط، في نص في المين سبان الموضوع بيتقلب. فانا دلوقتي بستخدم الكابل اساسا علشان يديني قوه ضغط في الاماكن اللي فيها شد، فبالتالي انا عاوز الكابل في كل مكان في القطاع اللي هو في شد. لذلك البروفايل بتاع الكابل بيبقى موجود في الميد سبان، هتلاقيه في القطاع الخرساني من تحت، تمام، وعند الركاز هتلاقيه في القطاع الخرساني من فوق. فانا مبدئيا بعلم مكان الكابلات على الفورم ورك كده عشان اما اجي احطها اعرف احطها في المكان المظبوط، ما تروحش يمين شويه ولا شمال شويه، وعشان اعرف احدد ارتفاعات الكابلات عند كل ستيشن. بعد ما علمت مكان الكابلات بحط الكابلات، بركب الكابلات بالشكل ده، خلاص انا معلم مكان الكابلات تحت، بينزل يركب الرئه السفليه في الحديد او البوتوم ميش بتاعتنا، بركب الحديد السفلي وبعد كده بركب الكابلات بالشكل ده. طبعا زي ما انتم شايفين ان الكابلات واخده شكل البروفايل، يعني احنا لو بصينا هنا في القطاع ده، تمام، هنلاقي ان هي عند الاعمده الكابل فوق وفي نص البحر الكابل اللي واطي، تمام. ونفس الكلام يعني ده لو خدنا الشريحه دي كده فدي شريحه كولوم، شريحه عمود عليها نيجاتيف مومنت في الاتجاه ده، تمام. فبلاقي ان انا الكابل هنا بيجي ايه في الارتفاع في الاماكن العاليه عند الركايز، وفي نص البحر بيجي في ايه في اللور سيكشن يعني بتاع القطاع. بركب كابلاتي بالشكل ده عباره عن الدكت اللي احنا قلنا عليه اللي هو الدكت الصاج او بي في سي في بعض الاماكن، تمام، وبحط الكابلات بتاعتي جوه. بعد ما ركبت كده طبعا بيحط التوب مش بتاعت البلاطه، طبعا الفلات سلاب كلها بتبقى طبقتين حديد، لور مش وتوب مش او ابر مش، يحط الرئه العلويه بتاعت الحديد، تمام، وبعد كده بنصب البلاطه. صب البلاطه بنوصل لتكسير المكعبات، ان انا عاوز اوصل لاجهاد معين في البلاطه، تمام. بعد ما اكسر المكعبات وصلنا ان انا كده البلاطه وصلت لاجهاد ان انا اقدر اشد فيها عشان تتحمل القوه اللي جايه لي، بعمل ايه؟ بعمل ستريسنج. الستريسنج عباره عن جاك هيدروليك، تمام. الجاك الهيدروليك ده بيبقى متوصل بمكنه طاقه زيت بميكانيزم معين، بركب الجاك ده في الكابل وبيسحب الكابل ده، اما بيسحب الكابل لبره بيأثر باجهاد ضغط على القطاع الخرساني، فلما أثر باجهاد ضغط على القطاع الخرساني فانا كده القطاع الخرساني بتاعي خد الاجهاد الضغط اللي هو عاوزه، تمام. فبالتالي هو دلوقتي بقى ايه افكتيف كفايه ان هو يتحمل الاجهادات اللودز او الستريسز اللي جايه عليه.
دلوقتي هنتكلم عن في بساطة كده عن الفيوتشر في بوست انجن. دلوقتي البوست انجن بنستخدمه في الإصلاحات. الإصلاحات إزاي؟ عندي قطاع خرساني هيتحط عليه أحمال جديدة أو ريبيرس، هتحط عليه أحمال جديدة وما عادش متحمل القطاع بتاعه الستريس اللي عليه، فبضطر إن أنا أعمل له حاجة اسمها external boost tension. يعني external boost tension يعني أنا مثلا لو بقطع مثلا كوبري والكثافة المرورية هتزيد على الكوبري ده، فالقطاع الخرساني ما عادش هيتحمل القوة اللي عليه، فبعمل له boost tension خارجي. boost tension خارجي ده إن أنت بتدي القطاع الخرساني إجهاد معاكس زي ما قلنا في الأول. يعني مثلا لو هو عليه إجهاد بقيمة معينة مثلا ولتكن 10 نيوتن مثلا على المليمتر، فأنا بديله مثلا إجهاد خارجي بالبوست تنشن ده، بمشي الكابلات في ستيشنز خارجية كده متربطة بأماكن معينة، وبديلها إجهاد مثلا بتشيل جزء من الإجهاد الموجود على الكوبري ده، فأنا أقدر أزود الكثافة المرورية عليه، أو أنا أقدر أعدل فيه، أو أقدر مثلا أطلع بدور زيادة أو شيء من هذا القبيل. تاني حاجة في البوست تنشن، استخدام البوست تنشن في الفاونديشنز، وده بصراحة نقطة البحث اللي أنا شغال عليها حاليا، اللي هو إزاي أدخل البوست تنشن في الفاونديشن. طب إيه اللي أنا هستفاده من البوست تنشن في الفاونديشن؟ البوست تنشن في الفاونديشن ليه فوائد كتير جدا. أول حاجة هيساعد في الرجيديتي بتاعة القطاع، فبدل ما أنا بستخدم قطاع مثلا للكشة سمكه مثلا 2 متر، لا ده انا هقدر استخدم قطاع اللبشه يقل لي مثلا متر. ليه؟ الباقي ده راح فين؟ او القطاع الباقي اللي هشيله البوست تنشن هو اللي هيشيل الاجهادات الزياده اللي هي على اللبشه دي. هتقلل في كميات الحديد جدا. ممكن تحول نظام اساسات معين من نظام لنظام، يعني بدل ما انا استخدم مثلا بايلز مثلا تمام، استخدم رافت فاونديشن. يعني بدل ما استخدم بايلز مثلا في مكان، لا استخدم رافت فاونديشن. وطبعا عارفين ان احنا الفرق بين الديب فاونديشن والشالو فاونديشن بيبقى فرق تكلفه عالي جدا، فلان انا اقدر احول المنشا من ديب فاونديشن لشالو فاونديشن ده بيبقى تكلفه كبيره جدا انا بوفرها، لان التكنيكس بتاعت الديب فاونديشن بتبقى غاليه جدا. فده نقطة برضو شغالين عليها دلوقتي في نقطة البحث إن شاء الله، وهنشوف برضو تأثير استخدام يعني منشأ نفس المنشأ بالظبط لو استخدمناه بالآر سي العادي تمام، هيدينا شكل الفاونديشن هيبقى عامل إزاي مع 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 بروفايل التربة معين. لو استخدمنا نفس البوست تنشن في المبنى ده في البلاطات والرافت فاونديشن تمام، ايه التغيير اللي بينهم وايه الاستفاده اللي احنا هنقدر نستفيدها في السماكه بتاعه القطاعات وفي الاوزان وفي التحول من نوع اساسات لنوع اساسات اخر، والتوفير في الوقت والتوفير في سرعه الانشاء والتوفير المادي من كل الحاجات دي. ده في عجاله نبذه بسيطه عن البوست تنشن وعن اللي رايح ليه. دلوقتي ان شاء الله باذن الله هنسمح بالأسئلة، اللي عنده سؤال يقدر يتفضل دلوقتي. جزاكم الله خير يا باشمهندس. لو أي حد عنده سؤال بس يعمل رايس هاند أو باشمهندس عادل. باشمهندس عادل أو طب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا فندم. أنا دكتور أحمد. أهلا بحضرتك يا باشمهندس عادل. احنا متشكرين جدا وربنا يوفقك في نقطه البحث، وان شاء الله الدكتوراه بامتياز باذن الله. الله يعزك يا الله يعزك. ده ماجستير لسه يا باشمهندس عادل. والله ماجستير ان شاء الله بشره خير. انا ما اعرفش، انا بحسبك يعني والله اتنقلت باذن الله قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله قريب ان شاء الله. كنت بسال على نقطه البوست تنشن اكسترنال بوست تنشن في الكباري. حضرتك بعد ما بيتعمل بقى الشكل اللي حضرتك وريته لنا ده، هل بيتعمل له شوت كريت ولا بيتساب كده مكشوف؟ هو في نوعين. هو سؤال جميل يا مهندس عادل، جزاك الله خير. تمام. هو في نوعين من الاكسترنال بوست تنشن. في نوع من الكابلات اسمه جريزد ستراندز،
الكابلات دي بتبقى عباره عن ان الكابل نفسه بيبقى محطوط جوه حاجه اطار كده زي كابلات الكهرباء، وكابل الكهرباء الداخلي ده بيبقى فيه جريز متشحن، تمام؟ اللي هو بقى اللي هو انا بقدر اشد الكابل، تمام؟ والكابل بيفضل محافظ على ما يصديش، حمايته من الصدى وحمايته من عوامل الجويه. واقدر الكابل ده لما يحصل له بعد كده ريليز مثلا او سليبج او اي حاجه اقدر اعمل له ريجاكينج تاني كل فتره. يعني انت لو خدت بالك في الصوره، لو خدت بالك في الصوره انت هتلاقي الكابل السرندات بتاعته مش باينه، وعامل زي كابل الكهرباء كده، تمام؟ تمام. الجزء اللي ملفوف عليه تيب في الاول ده، الكابل نفسه بيبقى عباره عن جزئين، جزء زي كفر كده، والكفر ده جواه جريز، تمام، شحم، وبقدر انا اشد من الجنب الخارجي ده، تمام، والكابل يبقى محافظ على قوامه في بقيه الجزء، وبغطي الجزء الخارجي ده. وبعد كده في اوقات متفاوته بعد كده مثلا حصل فيه سليبج مثلا في الاكسسوارات بتاعه الشد او الجزء ده ريح شويه، ممكن اعمل له ريجاكينج تاني. ده نوع من الكابلات. النوع التاني بيبقى الكابل نفسه جوه ضغط، تمام، والضغط ده بعمل له جراوتنج، يعني بعمل فتحات في اول الضغط مثلا واخره، وبحقنه بنون باودر، يعني في نون شرينك باودر بحطها بمقدار معين على اسمنت، وبعمل خلطه زي كاوت كده، وبحقن بيها المسافه اللي بين الكابل وبين الكفر، بس في حاله الكابل يكون مات ما اقدرش اشده تاني. لا بس ما هو جوه سليف حضرتك، بما تقول ما هو جوه سليف يعني ممكن اشده تاني حتى لو عملت جراوت. لا ما انا لو عملت جراوتنج كده العلاقه بين الكابل والسليف ما عادش هتطلع، ما عادش في حركه، السليف نفسه بيبقى متثبت في القطاع الخرسان. السليف متثبت بس الكابل جواه وجوه هول، اللي هو سليف ده عباره عن هول اوسع من قطر الكابل، فبالتالي لسه ستيل ممكن برضه اشده ولا ايه؟ لا ما انا الكابل السليف نفسه بيبقى مثبت في العنصر الخرساني يعني، بس يعني السليف نفسه بيبقى مثبت. السليف متثبت. السليف كده بقى السليف بالكابل متثبت، لكن انا لو في النوع اللي هو الجريز ده بيبقى حتى لو هو متثبت من بره، تمام، لو هو ماشي كده فتحات زي ديت كده بقدر انا اشده بعد كده في اي وقت. تمام، يعني ممكن يبقى جراوتد او ممكن يبقى اكسوزد كده عادي باين. بالظبط الجراوتد ده يبقى ظاهر يعني. بنسميه بوندد سترينز. اللي هو فيه بوند تماسك. اللي مش جراوتد ده بنسميه ان بوند، اللي هو جريز ده. طب انا شايف فيه خطوط عرضيه كده ولا ديت حليات ولا ايه؟ لا دي خطوط حاجات بتاعت الكباري، دي حاجات بين القطاعات بتاعت. ملهاش علاقه. اما اللي هو الاستراند اللي هو الطولي ده بس. الترند اللي هو الطولي ده، وده برضو هندسه بيستخدم في ترميم المنشآت. احنا رممنا بيه فندق في شرم الشيخ، فندق كان هيتعمل عليه اوبا كده، ومبنى قديم واثري اتعمل بيه ترميم للفندق لقطاعات الفندق بالاكسترنال بوستنج. هم احنا حاليا بنعمل ترميم للصاله المغطاه في استاد القاهره الدولي. كان في صاله مغطاه كانت معموله بوست تنشن وبيتعمل لها حاليا ريبير. بس انا كنت بسال في الايه موضوع الكباري، وافادكم الله، متشكرين جدا. شكرا جزيلا يا مهندس عادل، شكرا لحضرتك. كتر خير، اهلا بيك، اتفضل يا فندم. شكرا باشمهندس عمر. الله كمان استاذنا. طيب في سؤال استاذ الفاضل، لو احنا اتكلم من ناحيه اداره الوقت، هل وقت تنفيذ البوست تنشن اكتر ولا اقل من الفلات سليب؟ لا وقت تنفيذ البوست تنشن نفسه الوقت تنفيذ البروسس نفسها بتاعت البوست تنشن بتبقى اكتر. تمام. وقت التنفيذ بتاع السيستم نفسه بيبقى اكتر. توفير الوقت هندسه بيبقى وقت الشورينج بتاع الانشورينج بتاع الشدات. يعني انا مثلا لو هاخد مثلا سي مثلا هاخد يوم 12 ساعه في الار سي مثلا عاديه، لا انا ممكن اخد يوم ونص بي تي بوست تنشن، تمام، بس بدل ما احل شده في العادي بعد 7 ايام ماشي، لا انا هقدر احلها في البوست تنشن بعد 3 ايام. تمام. طيب في سؤال برضو، ما هو اقصى طول شد فيه من ناحيتين، واقصى طول شد لو من ناحيه واحده؟
بص هندسه، هو فوق 30 متر بعمل ستريسنج من ناحيتين، لان انا في الحاله ديت بيبقى عندي لوسز كتير في فريكشن، يعني عندي وانا بحسب البوز تنشن في التصميم بيبقى عندي بحسب معايا اللوسز اللي بتحصل من ان انا بشد الكابل ده، في طبعا احتكاك كبير بين الكابل والستيل داكت اللي جواه الكابل، تمام؟ اللوسز ديت جدا لو الكابل طوله زاد عن 30 متر، فانا اي كابل طوله زياده عن 30 متر بضطر اعمل له، بيبقى الكابل حاجه اسمها لايف يعني بيتشد من ناحيتين، تمام؟ 30 متر اشد من ناحيتين. تمام شمس محمد عمران اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك كنت بتتكلم على الفاونديشن بوست تنشنينج اللي هي بتتعمل بس مش على نطاق واسع. دلوقتي لما بنيجي نعمل ديزاين القواعد البوست تنشن بيبقى في فريكشن ما بين السويل وما بين القطاع الاعلى في عن تحت، فهل ده بنزود حديد للقاعده عشان يقاوم الاستريس اللي بيحصل ولا بتتعمل ازاي؟ لا سؤال تاني هندسه معلش. دلوقتي لو هنعمل قاعده بوست تنشنينج، البوستنشنج طبعا بيعمل ضغط على القطاع الخرساني وبيحصل شورتنينج في القطاع الخرساني وبيحصل حركه بسيطه قوي، تمام؟ الحركه دي بيحصل فريكشن ما بين القطاع الخرساني والسويل، تمام كده؟ تمام. القطاع الفريكشن او مقاومه، نقدر نقول مقاومه ما بين قطاع الخرساني وما بين التربه، المقاومه دي بتحصل في اسفل القاعده بس سطح القاعده ما بيحصلش فيه كده، يعني بمعنى اصح القطاع بيبدا شبه ينبعد من فوق، عايز يحصل له كامبر كده من تحت او من تحت السويد بالقاوم، فريكشن ده بنقاومه بتسليح ولا بنعمل فيه ايه؟ بص هندسه، هو البوست تنشن في الفاونديشن بيبقى بيتعامل حاجه اسمها ستيج ستريسنج ستيج. يعني ايه ستريسنج ستيج؟ يعني انا ما بشدش الشد كله مره واحده. ليه؟ لان انا الشد اللي انا بعمله ده للقطاع الخرساني بتاع الفاونديشن بيبقى عشان يقاوم كل الاحمال اللي جايه من المنشا كله، تمام؟ يعني مثلا لو عندي افتراض ان انا عندي مثلا مبنى 10 ادوار، انا المفروض السبيس اللي جايه من 10 ادوار البوست تنشن بيقاومها، تمام؟ لو شديته مره واحده هيحصل ابليفت طبعا، مفيش لود، بالظبط هيحصل كامبر في النص وممكن القطاع الخرساني نفسه ما يتحملش الشد ده، فانا بعمل ايه؟ بشده على مراحل، تمام؟ بقى مثلا ببني دورين، تمام؟ وبشد مثلا 20% مثلا، ده طبعا بيبقى كله مدروس، يعني على حسب الاوزان اللي جات لي اقدر اشد شد يقاوم الاوزان دي بحيث ان قطاع الخرساني لا يحصل فيه كمبر ولا يحصل فيه فيلير في اي اماكن. تمام ماشي، شكرا. دي من الحاجات اللي احنا بنحاول، يعني ده عيب من عيوب البوست تنشن في الفاونديشن، ان انا كده ايه عندي اللبس هتبقى مكشوفه من الجناب مثلا في المبنى لغايه ما كل المبنى يطلع ويبقى عندي مراحل كبيره للشد. دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنفكر فيها من المشاكل، يعني هو في كتير بيتجنبوا تصميم القواعد بوست تنشن عشان كده، وخصوصا الشد بتاعها بعد ما البلاطه بعد ما القاعده بتتصلب لو رفت. بالظبط كده بيبقى الشد اللي بيبقى على الانجيشن قوي ساعتها، بالظبط كده ساعتها الانجيشن ما بيطلعش، بالظبط كده. بس شكرا يا باشمهندس. بس في هندسه، في دلوقتي في مجموعه من العمارات معموله في الاسماعيليه دلوقتي معموله بوست تنشن فاونديشن، يعني انا ديت شفتها واتعملت اتنفذت منهم المره دي. بس قطاع القاعده قد ايه؟ قطاع القاعده متر 20، قطاع الرافت هي عباره عن رافت فاونديشن متر 20. طب حضرتك بتعرف عامل كام لاير فيها؟ كام لاير كابلات؟ معموله 2 لايرز، معموله ستريب عند الاعمده، تمام؟ ومعموله قطاع مش عاديه. قطاع كيرفيد ولا في السنتر؟ لا هو في اثنين لايرز، في لايرز واصله بين الاعمده وبعضها، تمام. ديت حاجه انا ما شفتهاش بعيني، بس انا كلمت المكتب المختص بيها لان انا كنت بدور بيها في النقطه بتاعتي، يعني كنت ببحث عن معلومات في النقطه بتاعتي دي. واحد بيقول احنا في اسماعيليه اهوت والقطاع بتاعها متر 30، عباره عن 2 لاير بوست تنشن يا هندسه، لير فوق الاعمده ماشيه واصله بالاعمده والحوائط بعضها ومش عاديه في القطار. باشمهندس محمود عبد الرازق اتفضل. طيب ازيك يا باشمهندس؟ اتفضل. السلام عليكم باشمهندس. اتفضل يا استاذ.
سمعني؟ اه اتفضل. لو سمحت، في الفريمات البوست تنشن، الفريمات البوست تنشن كان عندنا في المشروع، يعني في فريم بوست تنشن بحره 20 متر وباقي القمر بتاعه 1.60 متر. فهو دلوقتي انا هل اقدر في ان انا يعني لما اعمل خلص الفريم ورك وده الكابلات كل الشغل المطلوب يعني للقمر، اقدر اخلص استحل البلاط مره واحده واصب كل ما يعني اصب على طول الجردر ثم اخلص يعني الفريم، خرسانه الفريم المطلوبه اخش في خرسانه البلاطات يعني استغل الوقت، ولا لازم افصل الكاميرات عن البلاطات يعني ده صبه وده صبه تانيه واعمل ريستريسنج وبعدين ابدا اخش في السقف؟ هندسه انا الصوت مش واضح قوي يا جماعه، لو حد سمع يا ريت يقول لي. انا فهمته هندسه ان انت بتسال ان مثلا لو فريم وعندي كاميرا ده بيتصب مع البلاطه ولا ضد يعني لوحده يعني مثلا في الكباري معروف ان احنا من الكاميرا الجردر نفسه بيعمل لوحده، وبعدين بنجيب السلابه بتاعت الكوبري. بتبقى البلاطه بريكاست وبتصبها على الارض وبتشيلها من وش الكوبري وتصب البلاطه. تمام. لكن مثلا في الحاله بتاعتنا ان عندي فريم ريجيد فريم كده عمدان مع الكاميرا بتاعه، شيل وولز منه وعمده ارتفاعه 10 متر على الارض، فانا عايز مثلا، وطبعا الخرسانه اللي هي الاكس يو بتاعتها بتاعت القمر مختلفه، بتاعت الفريم يعني مختلفه عن البلاطه نفسها بتاعت السلابه، بس انا عايز اعمل ايه؟ ان احنا ناخدها يعني اخلص الفريم ورك كله، ابدا بالكاميرات اخلصها اول وادرك الكابلات وكل حاجه تكون جاهزه، وبعدين اكمل شغل السقف، وبعد كده اقوم صبب بقى ابدا صبط للفريمات الجزء القمر بتاعه بالخرسانه المطلوبه بتاعتها، ثم ادخل صبه ثانيه، وبعدين بعد ما اخلص الصب ده كله ابدا اشد ثاني، ابدا اشد في كده يعني، في ان انا اعمل كده فعلا ولا لازم افصل المرحلتين عن بعض؟ بص يا هندسه، هو في كل حاجه تمام. انت ممكن، احنا ايه اللي بيخلينا نصب مثلا كاميرات الكباري على الارض ونشيلها؟ ماشي، ده بيغنيك ان انت تعمل شده للبلاطه. تمام. انت بالظبط عاوز تعمل الحاله ديت في الفريم. ايوه تمام. عاوز تعمل بالظبط كده اللي انا فاهمه، اللي انت عاوز تصب الويب بتاع الفريم تمام وتدكك فيه وتعمله وتشده، فالويب ده يبقى هو الايه؟ يبقى هو الشده بتاعه البلاطات اللي بين الويبات وبعضها. تمام، بس هو في الحاله بتاعتنا مش هينفع، لان اصلا الفريمات مسافتها السبيسنج بتاعها عالي، فلازم اعمل شده ما بين شده السلاب نفسه كمان يعني. فهو يعني الفكره ان انا ايه يعني، انا اخلص شغل الفريم ورك كله مع الحداده، ويبقى ادخل في مرحله الصب، يبقى انا صبيت كله مره واحده، اجيب الخرسانه اجيب الكاميرات ثم اجيب السلابه بعد كده يعني. فانا اقصد ان يعني في البوستنش ان انا يعني ان انا لازم افصل اول الكاميرات واشدها واخلصها ثم اخش للبلاطات تاني عشان لا مش شرط يا هندسه، مش شرط. ممكن طالما الشده موجوده ممكن تعمل الكاميرا والبلاطه كلك صبه واحده تمام، وبعد كده هتبدا تشد. تمام. دي احنا عملناها فعلا في مول، في مشروع مول زايد تمام، وجامعه العالمين الجديده. يعني جامعه العالمين الجديده المدرجات نفس الكلام، عباره عن بيم بانل بيمز تمام، الكاميرا نفسها بيبقى فيها كابلات بوستنشن تمام، بنركب احنا تركيباتنا في الكاميرا وكل حاجه، وبعدين ننتظر لحد اما يطبق البلاطه وتصب كل قطعه واحده، وبعد كده نبدا نشد الكابلات بتاعتنا ونحمل السقف على الكاميرا عادي اللي احنا شديناه. تمام. وفي الحاله دي برضو الشده هيبقى من جنب واحد يعني عشان البحر 20 متر يعني عادي برضو، على حسب طول الكاميرا. ممكن لو الكاميرا زياده يتشد من الجنبين،
ممكن تبقى لايف ديد وممكن تبقى لايف لايف عادي. تمام ماشي يا فندم. شكرا يا فندم. ايوه كنت عايز اسال بخصوص الشد بيكون امتى بالظبط؟ يعني هل مثلا بعد الصب بيوم او بيومين؟ بص هندسه، هو انا بشد لما انا دلوقتي مثلا عندي اجهاد شد معين انا لازم اوصله في الكابلات، تمام؟ لازم الخرسانه توصل لاجهاد معين، تمام، انها تتحمل الشد ده، تمام. غالبا في التصميم بيبقى الشد ده 75% من اجهاد الخرسانه، يعني لما الخرسانه توصل 75% من الاجهاد بتاعها، تمام. يعني البوست تنشن سلابز بتصمم على كده، بتصمم ان انا اقدر اشد لما اوصل 75% من الاجهاد بتاع الخرسانه. الاجهاد ده بعد 75% ده على حسب بقى مثلا المواد اللي انا بستخدمها كاضافات للخرسانه، مثلا المعجله للشد للشك، تمام. بضيف لها مواد معينه بحيث ان انت توصلني الاجهاد ده في وقت قليل. في غالبا يعني في المشروعات اللي احنا شغالين فيها بيبقى بعد 3 ايام. تمام. كنت حضرت مره كده سقف، فكان بيعملوا حاجه اسمها يعني شد ابتدائي وبعدين شد تاني على مرحله تانيه، بس ما كنتش عارف ايه الفكره لحد ما حضرتك اتكلمت دلوقتي. ممكن في الشد ليه تكنيكس كتير هندسه، تمام. في ممكن يكون الشد ابتدائي اللي انت قصدك عليه ده ان هو بيشد السقف كله بنسبه معينه من الشد، يعني ممكن يشد السقف كله 25% وبعد كده يشد 100% دي مثلا بعد يوم او اتنين كمان. الفكره في ايه بقى؟ الفكره ان انت الاجهاد بتاع الخرسان. يعني مثلا لو بعد 3 ايام وصلنا 75% فيشد بالنسبه دي، ما يشدش الشد كله. 75% دي انا ممكن اشد الشد كله، 75% من الاجهاد الخرسانه بشد الشد كله. طب تمام. معلش كمان اخر سؤال، ايه اللي كنت حضرت مره مقابله فالراجل اللي كان بيسالني بيقول لي ايه الفكره ان الشده تتشال بسرعه يعني في البوستنج؟ ما انا دلوقتي الشد بتاع الكابلات، تمام، هو ده اللي بيشد، اللي يعني يعتبر ده دلوقتي انت كده وصلت الخرسانه، تمام، ان هي فيها اجهاد سابق. يعني مش احنا قلنا سابق الاجهاد، انت كده اديت للخرسانه اجهاد سابق، فانت ما تحل الشد، انت اللون ويت بتاع البلاطه والويت بتاع مثلا الفارما بتاعه السقف اللي بعديه يقدر يشيلها البلاطه في حالها في وضعها ده، ان خلاص البلاطه دلوقتي اندر ستريس، يعني عليها اجهاد معاكس، فهي تقدر تشيل الاون ويت بتاعها وتقدر تشيل الشده اللي فوقها. تمام فهمت. كده خلاص الشده اللي انا عاملها تحت ما عادتش لها لازمه، انا كده البلاطه دلوقتي من بالظبط مش شايله حاجه معانا. تمام بالظبط كده. شكرا. باشمهندس احمد، في سؤال في الصوره اللي فاتت، الانكورج الموجود بتبقى ثابته في البلاطه، وممكن تفصلها لو سمحت؟ طب ثانية واحدة هندسة، أنا بس الصورة اللي فاتت. أيوة أنا فاهم السؤال فين، بس أنا بشوف الصورة بس تفصيلة. الصورة كده واضحة للناس؟ لا لسه. طيب ثانية هندسة، أنا بس في صورة لل اللي هي الكوبري ديت. أنا بس هوضح الصورة لل تمام. هجيب الصورة يعني لل دي الصورة التفصيلية الأكبر عند الصورة حاجة ده؟ لا صورة ثانية. أيوة ما هو كان بيسأل على تفصيلة ال دي التفصيلة بتاعتها. تمام. دي التفصيلة ده الكابل واضح طالع كده أهو، تمام. الحتة ديت اللي هي القص اللي فيه موجود في الخرسانة، تمام، والبليتة اللي هي الفض ديت دي اسمها أنكور هيت، تمام. وفي حاجه صغيره كده اللي هي ماسكه حوالين الكابل، اللي هي حوالين الكابل
دي اسمها الوجات. تمام، دي تفصيله الانكر ده. ايه اللي بيحصل؟ الوج ده لما انا بشد بيطلع الكابل بيطلع معايا لبره، تمام، يعني بيتشد. المفروض انا لو شلت المكنه اللي هي بتشد المفروض الكابل ده يرجع تاني. فالوج ده او الجزء ده هو اللي بيمنع الكابل ان هو يرجع تاني. ده يعني وان واي دايركشن، يعني الكابل الوج ده بيخلي الكابل وان واي بس، يمشي في اتجاه واحد بس اللي هو يتشد لبره ما يرجعش تاني. لا مش بتكلم على الصوره دي، بتكلم على الصوره اللي كنت بتكلم مع دكتور عادل عليها اللي هي في البرزنتيشن. اه هي كده واضحه؟ لا هو اللي هو ده احنا قدام الصوره مش البرزنتيشن. طيب ثانيه واحده بس. هندسه؟ ايوه هي دي. ايه السؤال بقى عليها؟ هو السؤال كان بيسال في الصوره الموضحه الانكورج الموجوده بتبقى ثابته في البلاطه وممكن تفصلها لو سمحت. ايوه ماشي، دي الانكورج اللي هو بيتكلم عليها هندسه. اه تمام، الانكورج ديت اللي انا وضحت لها شكل تفصيلها بس مش في الاستنى. تمام، دي الصوره اللي انا صغرتها يعني، بس الصوره اللي فاتت ديت في مش في اكسترنال بوست تنشن، بس هي بيبقى نفس التكنيك، عباره الحته دي فيها بلتة حديد اللي هي الانكور هيد زي الثانيه كده، تمام، وبيبقى فيها الوتش اللي هو بيخلي الكاب وان واي ان انا اشده وما يرجعش ثاني. تمام، فانا بحط لك تفصيله شبهها بس ايه، بس دي بتبقى الكابل واحد. تمام، اللي هناك المالتي ستراند كذا كابل مع بعض. اه تمام. طيب هل يوجد مده قصوى بعد الصب اللي هي جزء الشد بعدها؟ مش سامع هندسه معلش. هل يوجد مده قصوى بعد الصب اللي هي جزء الشد بعدها؟ لا، هو ما فيش مده قصوى لا جزء الشد بعدها، هو طالما الستراند في حالته الطبيعيه ما فيهوش مثلا كروجن، مثلا الستراند ما حصلش فيه اي مشاكل اقدر اشد. تمام. وتكون الشده موجوده، يعني انا ما عنديش مده قصوى، طالما انت عاوز ممكن تسيب الشده تحت البلاطه مشدوده بالشهر، ما فيش مشكله. تمام. طيب هو في مده اقل من مده قبلها، لكن طول ما الكابل في حالته الطبيعيه مظبوط ما فيهوش كروجرز ما فيهوش اي مشاكل، تمام، فانا عادي اقدر اشد في اي مده بعد كده. تمام. في سؤال الاخير بيقول ما المقصود ببوستنشن نوت بوندد نوت باوندد، نوعية المصير الصاج المحيطة بالكابلات المشدودة وكيفية نقل قوة الكابلات بعد الشد لقطاع الخرسانة على الرغم من وجود مصير الصاج. هو السؤال هو موجود في الكيس. النوع الانبوند ده اللي احنا قلنا عليه النوع الجريز، ان هو الكابل بيبقى جواه حواليه كفر بي في سي مثلا، وبيبقى بين الكابل والكفر ده شحن متشحن، تمام؟ فده انا بقدر اشده في اي وقت، تمام، والقوه بتنتقل بينه وبين الخرسانه من تماسك الخرسانه مع الكفر ده. ده جزء السؤال الاول. الجزء الثاني ازاي القوه بتنتقل بين الكابل والقطاع الخرساني وهو جوه السليف، تمام. بعد احنا ما بنشد الكابل ده بيبقى في حاجه اسمها فينت ان هو في فتحه في اول الكابل وفتحه في اخره، تمام، وبقى الماده اللي احنا قلنا عليها النون شرينكج باودر، دي مادة غير قابلة للانكماش، يعني بتخلي الاسمنت غير قابل للانكماش، ما بيحصلش فيه انكماش، وبتنضاف بنسب معينة للاسمنت ونسبة مية معينة، ويتعمل بها لبان جراويت، وبيتم حقنه في الفراغ اللي بين الدكت الستيل دكت وبين الكابل. يعني الكابل جواه، تمام، بين حواليه فراغ في الستيل دكت، بيتم حقن الفراغ ده بالمادة دي، تمام؟ فالفراغ ده دلوقتي كده بقى في ماده، فيعتبر الكابل كده بقى بوند، ده النوع البوند، تمام. لكن الان بوند بقى الكابل اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيبقى جريز، فبيبقى فيه دايما عدم تماسك بينه وبين الخرسان. ده الفرق بين البوند والان بوند. تمام يا باشمهندس، جزاكم الله كل خير، الف شكر لحضرتك يا باشمهندس. الله يكرمك. عفوا هندسه. الله يكرمك. جزاكم الله خير وربنا ينفع بيكم يا رب. باشمهندس احمد معلش انا عندي سؤال. اتفضل يا هندسه.
دلوقتي اللي عايز يتعلم ديزاين تمام خاص بالبوست تنشن سليبس، ايه افضل يعني قنوات او ايه افضل ماتيريال الواحد يتعلم منها البوست تنشن، وافضل برضو سوفت ويرز مستخدمه حاليا؟ بص، هو في 2 سوفت وير شغالين في مصر دلوقتي تقريبا وفي كل العالم العربي. في برنامج اسمه رام بنتلي، رام بنتلي تمام، في برنامج اسمه ادابت. الاثنين برامج فاينايت اليمنت بيستخدموا في تصميم البوستنج. دول اللي شغالين في الوطن العربي كله دلوقتي، وبرضه بعض الدول الاجنبيه. دول الاثنين سوفت ويرز اللي شغالين. كمصادر بقى للاسف مفيش مصادر كتير للبوستنشن لتعليم الديزاين. يعني كان في احد الساده المهندسين الافاضل كان عامل دوره، بس انا مش فاكر اسمه بالظبط. يعني ممكن لو عاوز يتابع اشوفها له ويتابعني مثلا عليها بعد المحاضره، مفيش مشكله. تمام، شكرا لحضرتك جدا. تمام، لكن هي البرامج اسمها رام بنتلي. يعني انت ممكن لو عملت سيرش كده على ديزاين البوستنشن باستخدام الرام، هتلاقي فيه مهندس كان عامل دوره كده ازاي تصمم البوستنشن بالرام. تمام، اظن الادابت افضل، يعني في ناس بتستخدمه اكتر من الرام، صحيح ولا؟ انا ما اشتغلتش على ادابت الصراحه، انا اشتغلت على الرام بس، فانا ما اقدرش افيدك الفرق بينهم. يعني انا ايه، انا اقدر اقول لك ان الرام كويس انا اشتغلت عليه، لكن انا بصراحه ما اشتغلتش على ادابت. والنتائج بتاعته كويسه ودقيقه يعني؟ شغالين فيه في مصر على فكره، ما شاء الله. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك. جزاكم الله كل خير، وألف شكر لحضرتك، الله يكرمك. عفوا، الناس اللي